السلام عليكم وصباح الخير، معاكم مهند غلام 050-516-3525 من بنت حمودة للسيارات في الإمارات أبو ظبي. السيارة اللي أمامنا الحين هي السيارة اللي طار انتظارها، اللي كل الشباب منتظراها. الحمد لله في حبة وصلت والباقي على وصول إن شاء الله. الدبل كابن 6.2 العشرة غيار، نشوفها من الداخل كيف. طبعا رنجاتها سود قياس 18 مع التواير الصخرية زي ما انتم شايفين، هو بيتم تجهيزها الحين للتسليم. صاحبها الحمد لله طلب عليها بعض الاضافات، دواسة كهرباء، اضافة التلاجة او مش كول بوكس، هي فريدج فعليا. هنا في عندنا التخشيب، سماعات البوز، كراسي جلد اوتوماتيك طبعا متحركة، هاند بريك زر، فول 4x4، الشعار الاسود يتم عليها اضافه الفريدج على السده. شوفوا الخلف كيف، مكيف خلفي، صندوق تحت الكراسي شايفين، كاميرتين خلفيتين. هنا كمان احنا حطينا الرش الجار على الصندوق والغطاء الفايبر، الفولدبل او بيتم انه بيتطبق عليها. شوفها من قدام، دواسة اوتوماتيك طلعت مع شعار المضيء زد 71. شوف ما شاء الله الاسود طالع عليها بلاك اديشن مع المخزن زي ما انتم شايفين. طيب يلا منتظرين اتصالاتكم. مهند من بن حمودة للسيارات 050-516-3525، أهلا بكم.